احنا معانا الدكتور امجد الحداد، استشاري المناعه والحساسيه بالمصل واللقاح. اهلا بيك يا فندم، منورنا. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. يعني احنا كنا سمعنا انه خلاص احنا على ابواب تحول كورونا لوباء موسمي، يبقى عامل زي الانفلونزا كده او غيرها من الامراض الموسميه، لكن واضح ان احنا وفق لهذه التصريحات لسه مش هنصل لهذه المرحله الان. ليه بقى؟ طيب هو ليه مع كل الاول حملات خلينا التطعيم في نتفق العالم دي تمام، يعني هل كورونا سينتهي كفيروس ولا سينتهي كوباء؟ مفيش وباء بيفضل موجود، لازم ينتهي اي وباء، ولكن بيفضل الفيروس بصوره ما ضعيفه بنتعايش بيها، وبيبقى يكون ليها امتى ينتهي الوباء؟ عندما يكون له دواء ولقاح. اذا وجد الدواء واللقاح انتهى الوباء. طب احنا اللقاح هو طب ما لسه في الدواء واللقاح منتجات. موجودين والعالم كله هو بيتلقح. طيب طب ما احنا العالم ابتدى يتلقح، انت هل تشعر ان هذه الموجه الثالثه اللي احنا بنواجهها مثل الموجات السابقه في وفياتها؟ لا طبعا. عالميا وده هذه موجة محليا كمان مرتفعة، يعني كنا مرتفعه في اصابتها، لان احنا قلنا هو الفيروس لن يختفي، ولكن بص كده لحده الادوار، بص كده نسب الوفيات العالميه اللي قلت بنسبه كبيره جدا جدا. وباء يعني وفيات، فعليا الوباء لم ينتهي لان لسه في وفيات ولكنها اقل بكثير جدا، بمعنى ان الوباء في سبيله الى الانتهاء كوباء كجائحه، ولكن كفيروس موجود. كورونا لن ينتهي كفيروس، سيظل موجود ولكنه في صوره ضعيفه. الانفلونزا هل تنتهي الانفلونزا؟ الانفلونزا موجوده. هل ينتهي بالضبط. فيروسات التنفسيه البرد؟ موجوده، ولكنها بتكون باقل قوه اقل حده، ليست في صوره جائحيه وبائيه تنتشر مميته مثل الموجات اللي قبل كده. طب ده ايه السبب؟ اولا بفضل منظومه اللقاحات، ودي اللي ساعدت بنسبه كبيره جدا في اضعاف الفيروس، تقليل تحوره وجعل تحوره الى الاضعف. طب ليه منظومه اللقاحات دي لم تقضي عليه تماما؟ لان طبيعه الفيروسات التنفسيه من صفاتها التحور، والمناعه التي تعطيها اللقاحات ضد اللقاحات التنفسيه زي تطعيم الانفلونزا لا يعطي مناعه ابديه، فبالتالي يحتاج الشخص الى جرعات تنشيطيه وتعزيزيه باستمرار. وده الناس اللي مش متخيلاه، بتقول طب انا خدت اللقاح ليه بيجي لي كورونا؟ يا جماعه اللقاحات التنفسيه الفيروسيه لا تعطي مناعه ابديه زي الانفلونزا، وبالتالي بتحتاج زي ما بتاخد الانفلونزا كل سنه بتحتاج لجرعات تعزيزيه باستمرار. طب ليه الجرعات المره دي متقاربه؟ لان الوباء لن ينتهي، فبتحتاج لتعزيز مناعه بجرعات اكتر شويه. ولكن عالميا حده الوباء اقل، نشاطه اقل، انتشاره جديد، ولكن حدته وفياته اقل. ان كان بيصيب الرئه اقل دلوقتي، بيصيب الرئه بصوره اقل، بيصيب الجهاز التنفسي العلوي هو اكتر. حتى كل مره بيصيبك اصل انا جالي 3 مرات، فانا بقت خبره بقى يا دكتور. فكل مره بيبقى اضعف من اللي قبليها، بالفعل بس مع السبب اشكال مختلفه، يعني بياخد اعراض يمكن مختلفه شويه على حسب المتحور بقى. بالفعل، وبالتالي منظومه اللقاح لحد دلوقتي ناجحه في اضعاف الفيروس. طيب هل بس كده؟ لا، احنا بقى في دلوقتي علاج المولنوبيرافير، ده اللي بتوفره وموجود في الشلال، وده هو ده علاج مضاد للفيروس كورونا، مضاد فيروسي. ما ده غالي احنا شويه ده صح؟ لحد دلوقتي بس الدوله بتصرفه بالمجان في مستشفيات وزاره الصحه، ماشي مجانا مجانا مجانا، المريض ما بيدفعش فلوس. طب بس ده فبالتالي بيتصرف عادي من روشتة ولا لازم بروشتة؟ داخل مستشفيات وزارة الصحة بتصرف مجانا. لكن في السيدات ممكن تشتريه عادي ولا لازم بروشتة؟ لا، اي ادويه مضادات فيروسات في كورونا لازم بروشته طبيه، ما تصرفش، مفهوم. لان هو انا بنصح المريض ان هو كمان بالظبط ما يلجاش لدماغه. مفهوم. فبالتالي احنا عندنا الحاجتين، عندنا اللقاح وعندنا الدواء، فبالتالي لازم هيبقى يكون في نهايه للجائحه، والموضوع مساله نهايه للجائحه وليس نهايه للفيروس. الفيروس هيجي لنا بس هناخد له دواء، هناخد له لقاح يخفف من شدته واعراضه، وناخد له دواء اذا اصبنا به، فبالتالي الموضوع سينتهي كجائحه كوباء يحصد الارواح مثل ما حدث في الموجه الاولى والثانيه. وشفنا طبعا كل من فقد عزيز وغالي الحمد لله في هذه الموجه الاوضاع اقل بنسبه كبيره جدا. احنا كنا طيب بنشوف التعازي على السوشيال ميديا، فلان مات مات مات، اعتقد الموجه دي رغم الحمد لله يا رب لا يرجعها، الا ان وفياتها الحمد لله اقل بكثير. ولكن ما زال البعض بيعاني من متلازمات ما بعد كورونا. والله انا حتى بعد لسه اخر موجه او اخر لسه لغايه الان يعني معدتي غير مستقره وبطني غير مستقره، فدي في لسه الفكره بتاعت متلازمه ما بعد كورونا دي محيره برضو العلماء لانها بتاخد اشكال وانماط مختلفه. ايه راي حضرتك في هذه القصه ايضا؟
طب يعني مش هنسي يعني ايه متلازمه؟ ان انت بعد ما تخف من كورونا يجي لك اعراض غريبه، قد تكون اعراض مناعيه زي ناس يجي لها الام في العظام، وجع في العضلات، الام في الصدر، قد تكون مشاكل تنفسيه زي التلف الرئوي، ناس يجي لها بينهج مع اقل مجهود، قد يكون تعرق، قد يكون صداع، قد يكون فقدان حاسه الشم والتذوق، قد يكون طفح جلدي، قد يكون نسيان وحاله من الذاكره المشوشه او الضبابيه، على حسب جهازك المناعي. واحيانا تاثير نفسي كمان، يعني وفعلا بعض الحالات بتعمل حاجه ما يسمى واثار نفسيه طويله بالسحابه الامد الدماغيه، بالفعل، او بتصيب الانسان ضبابيه بالاكتئاب. الدماغ، الضبابيه، الضبابيه بالظبط. ايوه صح طب كده. يعني ايه بقى متلازمه؟ ان انت اثناء جهازك المناعي تعرض لفيروس مستجد، اثناء الهجوم الشديد عليه للقضاء عليه بيحصل نوع من ايه او بنسميها العاصفه المناعيه الشديده. العاصفه المناعيه دي اثناء مهاجمتها للفيروس بتهاجم اجزاء من جسمك وتحدث لك بعض المضاعفات اللي هي قد تكون قصيره الامد او طويله الامد او لا تحدث في بعض الافراد. يعني المتلازمه دي مش شرط تيجي للناس كلها، حتى العلماء حتى الان مختلفين في نسبها، هل هي 30% من الحالات ام لا، ولكنها بالفعل بنشوفها وبنراها. طب ايه برضو اللي يخلي الاثار المتلازمه دي تقل؟ برضو اللقاحات، منظومه اللقاحات بتقلل من هذه المتلازمه وحدتها ونسبتها والدخول فيها، ولكن احنا بالفعل بنشوفها. عشان كده بقول للناس الاصابه مش مجرد اصابه، الاصابه ممكن تتعافى منها بسهوله، ولكن قد تعاني من متلازمه ما بعد كورونا، سواء كان اثار طويله الامد او قصيره الامد تتلاشى بسهوله. جميل جدا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور امجد الحداد، استشاري المناعه والحساسيه، شكرا جزيلا.